السلام عليكم طلبتي، طلبة قسم اللغة العربية. اليوم سوف أقوم بشرح محاضرة عن كيفية الإجابة عن أسئلة القطعة الخارجية أو الأسئلة الخارجية وكيفية الإجابة عنها. أول W question هو What؟ What is Ali reading? What is Ali reading? للجواب على هكذا سؤال نقوم بحذف أداة الاستفهام What. What. Ali نعوض بدلا عنه هو هنا الفاعل بضمير ثم ننزل الفعل المساعد والفعل وتكملة الجملة. شوفوا الإجابة. بدال عليش حطينا الوات تنشال نيجي على الفاعل يصير he is reading a book. He is reading a book. هنا أنا أيضا نضع بدلا عنها مفعولا به عند وجود الأفعال المساعدة في الجملة. هذه أيضا طلبتي سوف أقوم بإرسال هذه الأوراق إليكم، لكن الآن أحاول شرحها. عند وجود الأفعال المساعدة في الجملة نضعها في الجواب اللي هي شنو الأفعال المساعدة إذا شوفها بالجملة؟ الآم، الإز، الآر، الواز، الوير، الهاب، الهاد، الشل، شد، ول، كود، كان، مي، مايت. كل الأفعال المساعدة الموجودة في الجملة توضع عند الجواب. هالسنجي. What have the men eaten? ماذا يتناول الرجال؟ شلون نجاوب؟ الوات تحذف، the men نعوض عنها بضمير اللي هي they، الهاف تنزل، الايتن نفسها تنزل، some fruit. Some fruit. عندكم مثال. What will the girl draw? ماذا ترسم الفتاة؟ هذا أريد حل أنتوا تحلوا وترسلوا لي على التليجرام أو الوسيلة التي أنا أتواصل معكم بها. ننتقل إلى الأداة الثانية. What's mother cooking? What's mother cooking? انتبهوا ماما. What ما طول عندنا what's، إذن الأس هنا معناها is، وشوفون هنا الفعل cooking يعني ing، فالجواب إيش راح يكون؟ نجي على الفاعل رأسا نعوض بدالة ضمير she، ينزل الإز الفعل المساعد cooking rice. ما معنى rice؟ الرز. الرز. ننتقل على الأداة whom. whom do you see at school؟ whom من؟ من انتبهوا الهوم تحذف. تعرفون عندنا do does did في الجملة إذا وجدت هاي لازم تأخذوها قاعدة. do does did عند وجودها في الجملة تحذف، مو مثل بقية الأفعال المساعدة اللي تنزل، لا هذه تحذف، لكن الفعل شبيه إذا كان هنا do ينزل تنزل ينزل الفعل نفسه. إذا does نضيف هنا S لهذا الفعل، إذا did يتحول هذا الفعل إلى ماضي. Whom do you see at school؟ من رأيت في المدرسة؟ انتبهوا you تتحول إلى I. I see my friends. زي who المن هو للعاقل. Who do you see at school؟ انتبهوا الهو تنشال، الدو تنشال، اليوش تصير I، بما أنه دو فالسي تنزل نفسها I see my friends. مثال هاي لكم أنتوا تحلو، العفو هذا مثال أنا محله. Who will you give the letter to؟ من اللي أعطى الرسالة؟ الهو تنحذف، اليو تصير I. I will give it to my brother. I will give it to my brother.